أنا جيت حسب اتفاقي مع جاك. دي هدية ليا أنا؟ أمال لجاك؟ هفضل واقف؟ اتفضل يا رياض. أنا جيت عشان نصفي الخلاف اللي بيننا. أنا مش عايز أعرف إيه الحاجات الكتير اللي أنا مزعلك فيها، بس أنا آسف. وتأكد إنه ما كانش قصدي. شكرا رياض. هدية مقبولة. وأنا مش زعلانة منك. قلت لك قبل كده مش عارفة إزاي بتعرف تقنعني بكل حاجة أنت بتقولها. مش على زعلك. صافي يا لبن؟ ايه؟ لما اقولك صافي يا لبن قولي لي حليب يا قشطة. حليب يا قشطة.